كابتن عبد الحميد، عايز اروح بقى لطلائع الجيش. الكيمياء شغاله حلوه قوي مع طلائع الجيش يا كابتن عبد الحميد، ما شاء الله على النتائج رائعه جدا منذ بدايه الموسم. صحيح خسارتين كده كانوا مفاجئين امام المقاولة العرب وسموحه، وبعد كده ترجع تفوز على زيد اللي ما كانش خسر اي مباراه في الدوري وتحقق قدامه فوز، وترجع تاني تبقى في مكانه كويسه في جدول ترتيب الدوري. ارقام عظيمه جدا في الدوري هذا الموسم. والله يمكن الحمد لله والشكر لله، يمكن انا ببارك من خلال حضرتك لمجلس اداره النادي والجهاز الفني والطب والاداري واللاعبين. عايز اقول لك ان احنا فرطنا في مباريات كان احنا لينا الافضليه فيها، يعني مباراه المقاولين انت نزلت المباراه في الدقيقه الثانيه انت معاك هدف متقدم، بس اللاعب المصري لما بيستسهل الامر ويستسهل الشيء اللي هو شايف ان هو كان صعب بالنسبه له انه قادر ان هو بسهوله يوصله، فتلاقيه تراجع وتلاقي ايه ان هو فكان درس كبير جدا ماتش المقاولين. انما لما تيجي تشوف حضرتك مباراه سموحه، لا مباراه سموحه قدمنا والله يا كابتن كريم مردود فني عالي جدا جدا، ووصلنا لمرمى سموحه باكثر من فرصه، وكان ضربه الجزاء اللي كل الناس، يعني انا ما بتكلمش دايما على الحكام بس، كل الخبراء التحكيميين اللي بيطلعوا في الاستوديوهات يحللوا اللعبه ان ما ليس لها علاقه بضربه الجزاء. فبقول اما اكسب من سموحه الروح القتاليه اللي كان عليها اللاعبين وانهم قدوا مباراه كبيره اللي هي كانت منعكسه عليهم في مباراه زد، وان يطلع المسؤولين في نادي زد اللي انا بوجه له من خلال حضرتك كل الاحترام والتقدير للكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره والكابتن مجد عبد العاطي وكل المسؤولين على نادي زد، لما يطلعوا يشيدوا باداء نادي طلائع الجيش وهم المنافسين ويقول لك انهم كانوا الاحق، فلهم مني كل التحيه والتقدير، وبقول لهم انتوا عاملين حاله كبيره جدا جدا في الدوري وماشيين بخطى ثابته، فكل التوفيق ليهم. انما بتكلم على ان 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 فاز من استحق الفوز في هذه المباراه. صحيح. فالحمد لله والشكر لله على النتائج خلال المرحله الاخيره، وكان كمان الفوز جاي فيه قبل توقف كبير للدوري. صح. فيدي لاعبتنا الثقه ويديها ان شاء الله باذن الله الاستمراريه في الدوافع ونخلق لهم الدوافع ان هم ان نوصل السنه دي ان شاء الله لمكانه تليق باسمه ومكانه طلائع الجيش. بمناسبه مكانه طلائع الجيش، طلائع الجيش معاك انت كان واخد سوبر 2020 2021 وداخل على كاس الرابطه اهو، هل بتعمل انه يكون في بطوله ثانيه مع طلائع الجيش؟ هي بتمنى يا كابتن كريم، بتمنى كل الفرص لجميع الانديه المشاركه في كاس الرابطه متساويه. كل الحظوظ متساويه، كل واحد بيمني نفسه ان انا ليه لا، ان انا قادر في عدم وجود الاهلي، في عدم وجود الزمالك، ليه لا ما بقاش انا بطل الرابطه. كل الانديه الموجوده. كنت هسالك يا كابتن عبد الحميد، وعدم وجود الاهلي او اعتزال الاهلي والزمالك عن هذه البطوله، دي حاجه مريحه ليك ومريحه لباقي الانديه؟ خالص. يعني هم طبعا لهم القدر، ولما بيبقوا موجودين في اي تواجد لاي بطوله هما طبعا الاسمين الرقم واحد في الترشيحات. صحيح. انما انا بتكلم ان البطوله مش مختزله في الاهلي والزمالك فقط. لا، ده في انديه كبيره جدا موجوده بتمني نفسها انها تفوز بيها، يعني انت بتتكلم في السنه دي عندنا فرق ما شاء الله مدعمه نفسها وعندها سكواد كبير، فكل واحد بيحلم بالبطوله. صحيح. فطبعا هو عدم وجودهم ادى افضليه للانديه دي بنسبة كبيرة انها تمني نفسها بالفوز بالبطولة. يعني انا هقولها لك بشكل اسهل، يعني ان كل الاندية اللي موجودة دلوقتي في البطولة بقت مرشح اول للفوز بالبطولة. لو كان الاهلي لو الاهلي والزمالك موجودين هم المرشح الاول، وبعد كده تيجي بعدها كل الاندية. بالظبط كده يا كابتن كريم. فانت بقيت داخل البطولة انا مرشح اول عادي جدا. مرشح اول زي كل بالزبط. الفرق. بالظبط يعني كل الفرق لها نفس الحظوظ اللي هي بتمني نفسها ليه لا، وخاصة كمان انها مؤهله لبطوله السوبر. صحيح صحيح، ودي زادت اهميه. فيبقى عندك بطولتين كل الانديه بتمني ايه، ليه لا؟ ليه ما اخدش انا؟ صحيح. طيب كابتن، ان شاء الله يكون طلائع الجيش يعني منافس قوي على البطوله يعني. ان شاء الله. كابتن عبد الحميد، ما شاء الله بقى عندك اكتر من لاعب عليه العين وكلهم لعيبه مميزه في طلائع الجيش، واعتقد ليك فضل وليك جزء من الفضل في هذا الامر بجانب مستواهم بجانب الاداره. محمد شحاته تحديدا كتر عليك كلام الفتره اللي فاتت وعن انتقاله لنادي الزمالك، هل محمد شحاته ممكن يرحل عن طلائع الجيش في يناير ام على الاقل مكمل لنهايه الموسم؟ والله يا كابتن كريم لم يصم اي عرض رسمي لاي لاعب. لاي لاعب؟
كل اللعيبة على أعلى مستوى، والحمد لله الجميع متميز. شحاتة من اللعيبة اللي لها مستقبل كبير جدا 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 وعنده إمكانيات عالية. وإحنا ما جناش أي عرض رسمي عشان نبت في الموضوع، يعني ما نبتش في موضوع إحنا ما جناش فيه أصلا عرض رسمي دلوقتي في الفترة اللي إحنا موجودين فيها. ممكن يكون فيه في بداية الموسم كان فيه كلام، إنما حاليا لا مفيش، وما كانش برضو من الزمالك فقط، كان من عدة أندية أخرى. عظيم. إنما الآن ما فيش عندنا اي عرض لاي لاعب رسمي على المستوى الرسمي. طيب بالمناسبه بقى كابتن عبد الحميد، يعني اكيد انت نفسك شحاته يكمل معاك لنهايه الموسم ويكمل معاك المواسم اللي بعد كده، ونفسك كل لعيبه الاطراء الجيش يكملوا، بس شحاته ايه اللي بيميزه كلاعب وسط لو انتقل للزمالك او غير الزمالك هيبقى مفيد للفرقه اللي هيروح لها؟ لا، محمد شحاته مستقبله كبير، ولاعب لسه في 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 في, في بدايه حياته الكرويه، بيملك من الامكانات الفنيه الكثير والكثير، لعيب عنده حلول وما شاء الله يعني حيويه ونشاط وامكانيات فنيه عاليه جدا جدا. وهو يفيد اي لاعب، يفيد اي نادي، لاعب يفيد اي نادي. صحيح. فاحنا بنتمنى ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان هو يتميز معانا اكثر واكثر، وان شاء الله باذن الله باذن الله في الوقت المناسب وحسب العرض اللي هيتقدم لمجلس اداره نادي طلائع الجيش، وطلائع الجيش يشوف في مصلحة النادي. طبعا ان شاء الله باذن الله مش هيتاخر عن لعيبته، لان دايما احنا بنحب لعيبتنا وبنقدرها وبنحترمها ودايما بنشوف لها الاحسن والافضل. صحيح. انما 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 شحاته واحد من اللعيبه اللي مفيد لاي نادي على المستوى الفني. صحيح صحيح. الايام اللي جايه في تدعيمات لفريق طلائع الجيش ان شاء الله باذن الله، بس هتبقى في اضيق الحدود، لان الحمد لله والشكر لله معانا مجموعه من اللعيبه المتميزه في كل مكان. فلو كان في تدعيمات مش هتخرج عن واحد او اثنين فقط. لازم ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد ده بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما ضيف عزيز كريم.